ومن القاهرة ينضم إلينا السيد محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. سيدي أهلا بك. بداية، ما هي الرسائل التي تريد إيران توجيهها للولايات المتحدة إن كان من خلال هذه التصريحات ومن خلال أيضا المناورات الإيرانية؟ مساكم الله بكل الخير. طبعا لا رسائل للولايات المتحده الامريكيه، الرسائل هي للداخل. الولايات المتحده الامريكيه تدرك جيدا ان ايران لا تستطيع ولا تقدر ولا تتمكن من الهجوم على اي قطعه امريكيه لسبب بسيط، وهو الاختلال الرهيب في ميزان القوى البحريه فيما يتعلق ما بين القوات الامريكيه والقوات البحريه التابعه للحرس الثوري. لكن طبعا هذه التصريحات هي اعتياديه جدا من الجانب الايراني، تستهدف بها ايران فقط ارسال الطمأنه الى الداخل ومحاوله امتصاص الغضب الشعبي الناجم عن الترجي الاقتصادي، ومحاوله ايضا ارضاء القوميين الفرس الموجودين في الداخل والذين يطالبون الحكومه باستمرار بمثل هذه التصريحات وهذه المواقف. طيب، ولكن إيران هددت في أكثر من مرة بإغلاق مضيق هرمز إن لم تتمكن من بيع نفطها، وأيضا الدول الأخرى لا يمكنها أن تبيع نفطها إذا لم تبيع إيران. طيب، هل يمكن أن تتصرف إيران ربما بشكل متهور بشكل فردي إن تم التضييق عليها أكثر من قبل الولايات المتحدة؟ استبعد جدا جدا لجوء ايران الى اي عمل ضد الولايات المتحده الامريكيه، ولنا في الخبره التاريخيه ما بين ايران وامريكا اسوه حسنه. على سبيل المثال، مره واحده فقط ايران لجأت الى محاوله استفزاز القطع البحريه الامريكيه في الخليج العربي، وتحرشت الزوارق الايرانيه الصغيره بالقطع الكبيره الامريكيه، فما كان من امريكا الا ان قصفت مواقع في البحريه الايرانيه وكبدتها خسائر لا حصر لها. هذه العمليه تعرف في التاريخ باسم عمليه فرس النبي. لكن طبعا ايران في السنوات الماضيه والاسابيع الماضيه هددت اكثر من مره باغلاق المضيق، لكنها لم تفعل ذلك بالرغم من ان انتاجها من النفط تقريبا قل من 3.4، الان نحن امام 1.2. اذا ايران انخفض بيعها من النفط تقريبا بمقدار الثلثين، ولم تقدم على اي عمل عدائي ضد الولايات المتحده الامريكيه او ضد اي دوله من الدول العربيه على الجانب الغربي من الخليج العربي. طيب، البحرية الأمريكية ما هي حدودها؟ يعني هي مسموح لها بالإبحار في المياه الدولية قرب إيران، ولكن هل هناك ربما حدود لهذه البحرية الأمريكية لا يجب أن تتعداها؟ وبالتالي أيضا البحرية الإيرانية مسموح لها بالإبحار في المحيط الأطلسي قرب الولايات المتحدة، وما هي حدودها لكي لا تحصل هناك اصطدامات؟ هو هذا الكلام مشتق طبعا من تصريحات حبيب الله سياري وهو قائد البحرية الإيرانية، يقول إن أمريكا من حقها أن تبحر بجوار سواحلنا، وإيران أيضا من حقها أن تبحر بجوار السواحل الأمريكية. وفقا للقانون الدولي على حد ذاكرتي، المياه الإقليمية تقريبا 34 ميل بحري من الحدود البحرية لكل دولة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لم تقترب أكثر من 34 ميل بحري على حد ما ورد في البيانات الأمريكية وما أوردته المواقع الأمريكية اليوم وأمس. واضح جدا أن إيران تقوم بهذه الأعمال لا لشيء إلا فقط لتوجيه الرسائل للداخل ومحاولة امتصاص الغضب الشعبي في الداخل الإيراني. طيب، شكرا جزيلا لك السيد محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسة الإيرانية.